رغم أن الميزانية اللي مرصودة لهذه الجامعة خيالية وضخمة اللي كتوصل لـ 9 مليار كل عام. شكون اللي مخليه كينها ب 18 العام هذه؟ واش الملك ما فراسوش اشنو كيوقع او ما كتوصلوش التقارير؟ علاش كنقول الملك؟ لان الملك ثالثا كيبقى هو المسؤول الاول والاخير عن مصلحه هذه البلاد، كيتقاضى بسلام حيزون اكثر من 200 مليون سنتيم كل شهر. فين هو مجلس الحسابات؟ انتقائيه في اختيار الملفات. مرحبا بمتتبعي موقع ريحانة بريس مرة أخرى وفي إطار سلسلة برنامج مع الحدث. هذه المرة مع الحدث الرياضي العالمي، الألعاب الأولمبية المقامة بباريس. عودتنا الدول اللي كتحتار مراسها أنه في أي رياضة في العالم فاش كيكون الفشل في تحقيق أهداف معينة كيحترم المسؤول اللي كيشرف على هذا القطاع وكيقدم الاستقالة دياله، لأنه بكل بساطة فشل في المهمة دياله، وعلى الأقل يحشم على أعراضه ويقول أنه مستعد يتنحى إلى طلبوا منه التنحي من المسؤولية. لكن في هذه البلاد ديالنا على العكس بذنبت في المسؤولية حتى يخربها وينهب آخر درهم فيها مدام هو فيها. في رياضة ألعاب القوى عندنا واحد المسؤول على رأس هذه الإدارة من 2006 حتى يومنا هذا 18 عام هو لاصق في رئاسة الجامعة. هذا المسؤول سميته عبد السلام أحيزون من 2006 وهو في هذا المنصب ديال رئيس الجامعة الملكية لألعاب، والحصيلة كارثية رغم أن الميزانية اللي مرصودة لهذه الجامعة خيالية وضخمة اللي كتوصل لـ 9 مليار كل عام. السؤال أو راه هي مجموعة من الأسئلة ماشي في حق سؤال واحد، وهو فين كتمشي هاد المليارات اللي كتاخذها الجامعة الملكية لألعاب القوى من طرف الدولة؟ شكون اللي مخليه كينها ب 18 العام هذه؟ شكون اللي كيستافد معاه من هذه الهمزة السنوية؟ فين هما المسؤولين الحقيقيين على هذه البلاد؟ واش الملك ما فراسوش اشنو كيوقع او ما كتوصلوش التقارير والحصيلة الكارثية ديال النتائج الصفرية ديال ألعاب القوى كل عام او كل نسخة من نسخ ديال ألعاب القوى؟ علاش كنقول الملك؟ لان الملك او لان الجامعة ملكية اولا، ثانيا باعتباره الرياضي الاول، ثالثا كيبقى هو المسؤول الاول والاخير عن مصلحه هذه البلاد، ثم هو الوحيد القادر على محاسبه هؤلاء الحيتان. صراحه لا رئيس الحكومه ولا حتى شي مسؤول ما يقدرش يحاسب هؤلاء من غير الملك. ثم الملك هو من يعين الحكومه وهو الحاكم الفعلي وله سلطات مطلقه في هذه البلاد، اذا هو الوحيد اللي استطاع محاسبة هؤلاء السارقين. أنا كنوجه ندائي للملك من أجل محاسبة عبد السلام أحيزون. نشوفوا أولا شكون هو أحيزون أو شكون هو عبد السلام أحيزون. عبد السلام أحيزون هو رئيس مجلس الإدارة وهو الرئيس التنفيذي ديال شركة اتصالات المغرب، هو أيضا رئيس الجامعة المغربية الملكية لألعاب القوى كما قلنا منذ 2006 إلى يومنا هذا يعني 18 عام، وهو رئيس مهرجان الموازين إقاعة العالم من 2017، وعضو مجلس إدارة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، وعضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتعين مدير ديال الاتصالات في وزارة البريد والاتصالات اللاسلكية واللاسلكية، ورئيس ومدير عام لاتصالات المغرب من 1998، ورئيس تنفيذي لقناة ميدي أنسات، ووزير للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وكان عضو في مجلس إدارة كل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وجامعة الأخوين ومجموعة فيفاندي يونيفرسال. حصل على الدبلوم ديالو في هندسة الاتصالات في عام 1977 من المدرسة العليا للاتصالات في فرنسا. شحال كيتخلص عبد السلام أحيزون في الأجرة ديالو؟ كيتقاضى عبد السلام أحيزون أكثر من 200 مليون سنتيم كل شهر، أكثر من 200 مليون سنتيم كل شهر كرئيس مجلس الإدارة الجماعي لاتصالات المغرب. الملك بنفسه كيتقاضى 25 مليون حسب تصريحات رسمية شهريا، 25 مليون. عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري كيتقاضى 55 مليون سنتيم. شوفوا الفرق بين الملك وبين عبد السلام أحيزون. أما في المنصب ديالو كرئيس معمر للجامعة الملكية لألعاب القوى فغنتكلموا عليه
في هذه الحلقة. نجيو نتكلموا الآن عن الإنجازات ديال هذا السيد في مجال الرياضة عموما. أولا عبد السلام أحيزون ما عمرو شارك في الرياضة، ما عمرو جرى، يعني أن السيد ما بينه وبين الرياضة غير الخير والإحسان، ما عنده حتى شي تجربة رياضية بتاتا نهائيا من غير رياضة الأصابع. رياضة ألعاب القوى غنية بالمواهب والإنجازات، لكن من جهة السيد هذا الحال ديال هذه الرياضة يسوء يوما بعد يوم. هذه الرياضة اللي ولدت لنا مواهب كثيرة بحال سعيد عويطة، خالد السكاح، إبراهيم بولامي، هشام القروج، نوال المتوكل، نزهة بدوان، وآخرهم سفيان البقالي اللي نقد ما وجه المغرب بذهبية يتيمة، وقبل قليل استطاع المنتخب الأولمبي لكرة القدم أنه يتغلب على مصر ويحصل على الميدالية النحاسية. طم الكبرى والغريب في الأمر قال لك أنه مؤخرا الجامعة جددت الثقة في بقاء عبد السلام أحيزون لولاية خامسة، ولقيادة الجامعة قال لك سيدي كيشوفوا أن الرجل طيلة أزيد أكثر من 18 عام من القيادة دياله لهذه الرياضة حقق نتائج إيجابية. صراحة الأمر مضحك ومبكي في نفس الوقت، ما عرفنا واش نضحكوا على هذه المزالة ولا نبكيو على هذا الوضع اللي كنعيشوا فيه. فين هي هذه النتائج الإيجابية؟ الله أعلم، ربما نتائج إيجابية في هدر المال العام، صحيح نتائج إيجابية في هدر المال العام وفي الميزانية ديال 9 مليار كل عام. أنا ولا كيبان لي أن المسؤولين كيتنافسوا في هدر المال العام وسرقة المال العام، كيتنافسوا بناء القصور وفي بناء الفيلات وتهريب المال العام للبنوك السويسرية، كيتنافسوا في الحصول على الصفقات العمومية لصالح الشركات ديالهم وديال الأسر ديالهم. وتسعود المليار في كل عام ونضربوا هذا المبلغ غدا في 18 عام يخرج لنا 162 مليار. نعم 162 مليار 18 عام ديال هدر المال العام، ولا من حاسب أو راقب. من يحاسب من؟ شكون اللي غيحاسبهم؟ كل شيء متورط، بقى غير الملك هو الوحيد عفوا هو الوحيد اللي يقدر يحاسبهم، لكن خاص الإرادة الملكية القوية، خاص قرار ملكي قوي لتفادي السكتة الدماغية أو السكتة القلبية كما تحدثنا في الحلقة الفارطة. لأن عباد الله كتشوف هؤلاء المفسدين كيصولوا ويجولوا في المغرب نهبا بالطول وبالعرض، وفي نفس الوقت كيموتوا بالجوع. من جهة كنسمعوا بحال هذه الميزانيات الضخمة كتعطى لهذه القطاعات بدون إنجازات بدون نتائج، ومن جهة أخرى الشعب المغربي كيعيش في الفقر المدقع، معادلة ديال الأحمق، فهم تسطى كما يقال. في نظرنا كنلقاو النهب وهدر المال العام في أي قطاع في أي وزارة في أي مجال، ما كاين غير السرقة والفساد والشعب المغربي كيموت بالجوع. حشوم عليكم، بارك من هذا النهب، خليوا الدولة تقدم شي شوية كباقي الدول اللي كتحترم راسها. فين هي مؤسسات الدولة؟ فين هي الرقابة ديال الدولة؟ فين هي مؤسسة الوسيط؟ فين هو مجلس الحسابات؟ انتقائية في اختيار الملفات، مجلس الحسابات كيختار ملفات كيدير فيها الحسابات وكيقدم التقارير ديالو للنيابة العامة، ولكن في ملفات أخرى يغض الطرف بحال الملف ديال السنتيسي اللي سنا الإمبراطور ديال النهب المال العام. فين هي النيابة العامة؟ فين هي السلطة القضائية؟ نرجع للموضوع ديال عبد السلام أحيزون، قال لك سيدي شوفوا البطل العالمي سفيان البقالي والإنجازات ديالو في الفترة الأخيرة، ها هو حصل على الميدالية الذهبية، والمغاربة كلهم كيعرفوا أن سفيان البقالي كافح هو والمدرب ديالو كريم تلمساني باش وصل لهذه المكانة، ماشي بسبب هذه الجامعة الفاشلة، بل أن المغاربة عارفين كلهم أن هذه الجامعة بقيادة أحيزون حاربات البقالي وطلبت منه يتخلى على المدرب ديالو منين كان صغير مقابل إشراف مدرب المنتخب الوطني عليه، لكن البقالي كان المعدن ديالو أصيل ورفض هذا الطلب وبقى مصر على المدرب ديالو كريم، رفض كل محاولة إغراء اللي كانت ممكن تكون سبب تدمير مستقبل بطل عالمي بحال سفيان البقالي. لكن ممكن نبينوا بالأرقام أشنو هي الإنجازات ديال عبد السلام أحيزون. نشوفوا بعض المعطيات الرقمية المرتبطة بدورة الألعاب الأولمبية في الفترة اللي كانت قبل أحيزون وبعد ما جاء أحيزون. في الفترة ديال قبل أحيزون حقق المغرب 12 ميدالية، 3 ذهبيات و6 فضيات، 3 ديال ذهبيات و3 ديال الفضيات و6 ديال النحاسيات، من أصل 4 ديال النسخ في دورة الألعاب الأولمبية من برشلونة 1992
حتى الألعاب ديال أتلانتا 1996 وسيدني في 2000 وحتى دورة أثينا 2004 أربعة النسخ. أما افترض قيادة أحيزون للجامعة أربع دورات، أقول في أربع دورات متتالية من أولمبيات بكين 2008 حتى الأولمبيات طوكيو 2020 حقق المغرب أربعة ميداليات فقط، ذهبية يتيمة وفضية ونحاسية. هذه الإنجازات ديال عبد السلام أحيزون. بالنسبة لعدد العبائن المشاركين في فترة ما قبل أحيزون، في دورة برشلونة مثلا في 1992 شارك 13 عداء وعداء، في برشلونة 1992 شارك 13 عداء وعداء، في نسخة ديال أتلانتا 1996 شارك 18 عداء وعداء، في نسخة ديال سيدني 2000 شارك 25 عداء وعداء، وفي دورة أثينا 2004 شارك 23 عداء وعداء. الملاحظ أن عدد العدائين تزاد من دورة برشلونة إلى غاية دورة سيدني، لكن في نسخة أثينا تراجع العدد بشكل قليل. في الفترة ديال أحيزون في دورة بيكين 2008 شارك 26 عداء وعداء، أما في دورة لندن 2012 شاركوا 22 عداء وعداء، ونفس العدد كان في نسخة ديال ريو 2016. أما في دورة طوكيو كانت المشاركة ديال 15 عداء وعداء، وهناك نلاحظوا تراجع عدد المشاركين بطريقة مخيفة. هذه الأرقام كتبين للجميع أن رياضة ألعاب القوى ولات كتراجع بشكل مقلق، وحتى لو بغى أحيزون يتخبى مور الإنجازات ديال البقالة الأخيرة فإن الحصيلة الرقمية المذكورة كتبين حصيلة الفشل الشديد اللي كتعانيه أم الألعاب. الحصيلة الوحيدة اللي أمامنا هي أنه لن يكون هناك أي تطور أو رؤية مستقبلية مدام عبد السلام أحيزون على رأس هذه الجامعة. تساؤل اللي كيبقى مطروح، حتى لين غيستمر هذا أحيزون في إغراق سفينة ألعاب القوى باسم الملك الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى؟ للنهوض من مستوى ألعاب القوى في المغرب يجب إعادة النظر في هذه الإدارة الحالية، وخصنا نتمنوا نهج أكثر احترافية تركز على تطوير المواهب من الصغر وتوفر لنا البنية التحتية اللازمة للتدريب. خاص تكون الميزانية الكبيرة المخصصة لهذه الرياضة موجهة بشكل أفضل لتحسين الأداء الجماعي وليس الاعتماد على النجوم الفرديين. نحن بحاجة لتغيير شامل في إدارة ألعاب القوى في المغرب من القمة وحتى القاعدة. أولا إقالة عبد السلام أحيزون والتعويض ديالو بواحد يكون رياضي ولد الألعاب ديال القوى، ماشي واحد ما عمرو جرى حتى 100 متر. ثانيا خص تكون محاسبة شفافة لكل المسؤولين على هذه الرياضة ديال ألعاب القوى. ثالثا خاص توجيه الجهود نحو إنجازات مستدامة ترجع بالفائدة على كل الرياضيين المغاربة ماشي على النخبة منهم فقط. أخيرا لا بد من فتح تحقيق في النتائج الكارثية ديال ألعاب القوى لمدة 18 عام هذه، وبالتالي ربط المسؤولية بالمحاسبة، محاسبة هؤلاء الفاسدين. إلى هنا ننهي هذه الحلقة ضمن برنامج مع الحدث، وإلى حلقة مقبلة مع حدث آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.